مساء الخير، مساء السعادة، مساء كل شيء جميل. كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك علينا جميعا، على كل إنسان على وجه الأرض. النهاردة يوم جميل إن شاء الله هنقضيه مع ضيوفي لهم العديد والعديد في عالم الموسيقى والغناء والأشعار. النهاردة معايا نجم من نجوم، يعني زي ما بيقولوا ابن الوزة عوام، فعلا والده يعني مش هقول لكم ان هو نجم قد ايه. كان ليه اعمال ليها تاريخ، منها فيلم الرجل الثاني مع الفنان الكبير رشدي اباظة، لمسرحية هي انا وهو هي جميل عز الدين الفنان الراحل الجميل. معانا ابنه الفنان ضياء عز الدين، فنان دار الاوبرا المصريه وسوليست الفرقه لفنون الشباب وزاره الثقافه، وليه العديد والعديد من الاعمال، وصوت مميز وكله احساس. برحب بضياء عز الدين. اهلا بك يا ضياء. يا اهلا وسهلا. النهارده اليوم عيد معاك حقيقي. اليوم عيد معاك وانت بجد طبعا. اشكرك. معانا طبعا الشاعر الكبير نشأة ناشد ليه اشعار حقيقي، يعني كل مناسبات الثوره وكل مناسبات ما بتفش مناسبه غير لما بيكون يعني ابدع، يعني يقدم احلى كلمات واحلى اشعار، وتغني له كتير منهم. يعني اسرار الجمال غنت له، النجم احمد الشوكي غنى له، ضياء عز الدين غنت له، نواعم غنى له، محمود فوزي، مجموعه من الفنانين. فانا برحب بيك استاذ نشأة. اهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. وعيد سعيد على مصر كلها ان شاء الله. ربنا يخليك. برحب طبعا بالموزع والعزف الاورج المتميز هاني نبيل، او نور هاني. الجديد نور هاني. نور هاني. النهارده يا جماعه هاني نبيل غير اسمه طبعا لظروف خاصه، فهو بيحب دايما التشنج في حياته. برحب بيكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين، وعايزين النهارده نقضي وقت جميل مع متابعي اسرار نجوم في كل مكان. انا بحييكم من قناه الصحه والجمال، تحيه مني ومن رئيس قناه الصحه والجمال الاستاذ عبد الحميد توفيق، ومن كل كرو العمل اللي ورانا الكاميرا وكل موجودين معانا النهارده عشان تكونوا مستمتعين اكتر بضيوفنا. ضياء وحشنا صوتك بجد، وحشتنا اعمالك الجميله. يعني انا عايز اعمل كده نبذه جميله، يعني نعرف الناس بالبابا طبعا الفنان الراحل جميل عز الدين واعماله الجميله اللي هي ممكن تكون اثرت. هو طبعا هي والدي الله يرحمه كان ليه شكل معين، وكان متميز بان هو بياخد دور الخواجه باستمرار. كان دايما مشهور ان هو بدور الخواجه، شكله مواصفات شكله كانت كده، فكانوا بيسندوا باستمرار للادوار دي. جه في الرجل الثاني زي ما حضرتك شفتي كده، كان هو اخو صباح الاصلي، اكرم سكر. اكرم سكر بالظبط كده، على سبيل ان هو كان اقرب شكل لصباح. لصباح صحيح. هو كان هيعمل دور من الحاجات المهمه جدا في حياته، بس للاسف يعني انت حصل له ظروف ما منعته من الموضوع ده. كان هيعمل في الفيلم بتاع رد قلبي دور احمد مظهر اللي هو كان اخو برضه انجي. أيوة. لان برضو كان الشكل قريب جدا. صحيح. فعلا دي حقيقه. برنس علاء. بالظبط. كان السكريبت موجود معايا عندنا في البيت يعني، لكن ما حصلت ظروف كده منعته ان هو يعمل الدور ده لظروف. يعني عمل انا وهو وهي مع فؤاد المهندس طبعا، وعمل افلام كتير جدا طبعا انا مش قادر احصرها كلها، ولكن هو كان اساسا من الناس المتميزين جدا. اشتغل في الاخراج واشتغل في التمثيل، وعمل مسرحيات كتير جدا برضو كانت جميله كلها. عشان كده ضياء عز الدين يعني اتولد في بيت في فن وفي احاسيس وفي حاجات كده، فطلع كده اكيد ضياء الصوت الجميل اللي احنا بجد وحشنا نسمعه في دار القرب فقط لا غير. احنا عايزين نسمعه هنا معانا في البرنامج. احنا بنتبادل الموضوع. طب يلا بينا. تعملي حفلتك تلاقيني معاكي واعمل حفلتي لازم معاكي. طب نسمع نحاول حاجه عشان نسمع الاستاذ نشأة في الكلمات الجميله اللي النهارده بيهديها للبرنامج وبيهديها للمشاهدين. يلا بينا. طيب هو طبعا بمناسبه العيد لازم نبتدي البرنامج بتاعنا بحاجه للعيد. يلا. وما اجمل ست ام كلثوم. يلا طبعا. يلا بينا. مش كده برضه؟ طبعا. يلا الست دي. يا ليله العيد انستينا، يا ليله العيد انستينا، وجددت الامل فينا. يا ليله العيد، ليله العيد انستينا، يا ليله العيد انستينا، وجددت الامل
ليلة العيد هلال هلل علينا فرحنا له وغنينا هلال هلل علينا فرحنا له وغنينا وقلنا السعد هيجينا على قدومك يا ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. الله عليك يا تيو، الله عليك، احنا عايزين نسمع ونتشبع من اغانيك ومن من الحاجات الجميله اللي طلبتها منك نسمعها النهارده ان شاء الله. استاذ نشأت معانا الفنان والشاعر الجميل استاذ نشأت ناشد، الكلمات الجميله اللي انت دايما يعني في كل المناسبات بلاقيك بتقولها وبلاقيك يعني بتفكر وبتقول اجمل الاعمال، يعني انا في كلمات عجبتني. ربنا يخليك، هو احساس، بيبقى احساس بالموقف او بالحدث صحيح، فالواحد بيترجمه في الورق صحيح. طب ايه النهارده هنسمع ايه من كلماتك الجميله؟ في حاجه عمار يا مصر، وفي برضو حاجه تانية بتتكلم عن الغربه، يعني واحد في الغربه مشتاق لبلده. طب هي انا مش حاوي ولا ساحر، ما اقدرش اجيب لك من السما نجم عالي ولا عايشك في قصر خيالي، كل اللي حلتي شويه مواويل واغاني بقولهم واغنيهم عشان بحبك يا بلدي. الله، والبقيه طبعا هتلاقيها مكتوبه. وعجبني كلماتك، هغني لك في كل شارع وحاره واقول مواويلك على شط نيلك، يا سمره يا حره يا اصيله، من ده اللي يقدر ينساكي يا ام الهرم والشعب الطيب، صبره كما ايوب واصيله زي نعسه، كلنا حواليكي عيله معاكي على الحلوه والمره، يا قلب العرب الحنون يساع الكل ويعلم يشهد ليك الزمان انك اجمل وابدع مكان. صح كده؟ الله تمام. الله كمل حضرتك بقى الكلام الجميل. يعني انا عاجبني الكلام ان هو دايما يعني استاذ نشأت بيقول حاجات فعلا مفتقدين احنا الكلام اللي هو التلقائي اللي هو بيطلع من القلب واللي بيوصل للقلب. على فكره اي حاجه بتطلع من القلب بتوصل للقلب على طول. ربنا يخليك. يا قلب العرب الحنين يساع الكل ويعلم، يشهد ليك الزمان انك اجمل وابدع مكان، مشتاقين لسهره حلوه من لياليكي وقمر منور بيضحك في عينيكي، لما وصحبه واهل والكل بيناديكي، نركب حنطور ونتمشى على النيل، نفرح نلعب ونضحك ونتمايل مع نسمه هوا جميل، نقول ونحكي على ايام الزمن الجميل ونسمع حواديتك يا مصري يا اصيل، نقعد على قهوة نشرب شاي وشيشة ونلعب طاولة ونرمي الزهر يجيب شيشة بيشة، نسمع غنوة حلوة من أغانيكي وحكايات بطولة عظيمة من حكاويكي، من ده اللي يقدر يا مصري عديكي، ده احنا كلنا بأرواحنا نفديكي، يا أغلى وأعز مكان بنضرب لك تعظيم سلام. الله الله عليك. الله الله طبعا طبعا. طب يعني حضر حاجة لحد ما نشوف نسمع حاجة منك. يا ريت طبعا، يا ريت نسمع طبعا نسمع. مش بعتب عليك. مش بعتب عليك صوت طبعا، ولا مشتريكي ما تضايقيش مشتريكي. يعني هو الأستاذ ضياء عز الدين بيتميز بصوته الجميل وكمان قريب كتير من الفنان الكبير هاني شاكر طبعا، لكن لكل واحد ليه احساسه طبعا. يشرفني جدا ان انا اكون يعني امتداد للاستاذ هاني شاكر طبعا. طب زي ما كان الاستاذ هاني شاكر امتداد لعبد الحليم صحيح، ولكن هو عاده هو يمكن نفسه قال قبل كده، قال انا بغني لعبد الحليم والناس كتير بتشبهني بيه، ولكن اول ما هبتدي اغني حاجات خاصه بيا هتبقى اغاني بتاعتي هيبتدي صوت. وفعلا ده اللي حصل. بعد ما كان بيغني لعبد الحليم كتير جدا الاستاذ هاني بدا يغني الاغاني الخاصه بتاعته، لما تسمعيه دلوقتي خلاص ده هاني شاكر مش عبد الحليم صحيح. لكن هو الماتيريال كل واحد، ماتيريال عبد الحليم، ماتيريال هاني، ماتيريال ضياء، يعني اذا كنت يعني في هذا السياق. لكن انا بحب طبعا الاستاذ هاني شاكر طب جدا. يلا نسمع يلا.
مين عليكي قلبه باقي إلا أنا؟ حضن دافي في امتلائي غير هنا. مين عليكي قلبه باقي إلا أنا؟ وحضن دافي فين تلاقي غير هنا؟ ما انت جربتي فراقي كام سنة، ما انت جربتي فراقي كام سنة. انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش، انت ايه ما بتتعبيش. مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني، وارضي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني، وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني. مين عليكي قلبه باقي إلا أنا؟ وحضن دافي فين تلاقي غير هنا؟ مين عليكي قلبه باقي إلا أنا؟ وحضن دافي فين تلاقي غير هنا؟ ما انت جربتي فراقي كام سنة، ما انت جربتي فراقي كام سنة. انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش، انت ايه ما بتتعبيش. Thank you.
أغلى عمر يا حبيبتي واللي فاضل ليكي انتي والهوى يحرم عليا بعد منك مهما غبتي أغلى عمر يا حبيبتي واللي فاضل ليكي انتي والهوى يحرم عليا بعد منك مهما غبتي والثواني والدقايق والساعات والأماني والأمال والذكريات والثواني والدقايق والساعات والأماني والأمال والذكريات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكري اللي فات كلها سهرانة جنبي بتناديكي اسمعي دقتها تفتكري اللي فات مين عليكي قلبه باقي إلا أنا وحضن دافي فين تلاقي غير هنا مين عليك قلبه باقي إلا أنا حضن دافي فين تلاقي غير هنا ما انتي جربتي فراقي كم سنة ما انتي جربتي فراقي كم سنة انتي ايه انتي ايه انتي ايه انتي ايه انتي ايه ما بتتعبيش انتي ايه ما بتتعبيش الله عليك الله عليك يا طيب الله عليك يا طيب احساسك جميل فعلا هنسمع تاني نسمع نشأة أو يلا نشأة سمعنا الكلام الجميل الله يا جنوب عايزين نشبع منكم عايزين نغني مع بعض يعني كده في بقي على طول عشان ما اتصل بيك بعد كده ما تقوليش انا نور انا مش ساحر ولا حاوي ما اقدرش اجيب لك من السما نجم عالي ولا عيشك في قصر خيالي كل اللي حلتي شويه مواويل واغاني بقولهم وغنيهم عشان بحبك يا بلدي ما انت جوه قلبي ووجداني عاشق ترابك يا بلدي ما انت خريطتي وعنواني بعدي عنك والله على عيني ده انت ضيا قلبي ونور عيني يا عزوتي واهلي وخلاني يا سعدي وفرحة زماني يا ام الحضن الحنين الدافي امل بكرة وكل ايامي اقولك ايه تاني والله بجد يا بلدي وحشاني الله دي بتتكلم عن غربة واحد بعيد عن البلد يعني جميلة جميلة هو أستاذ نشأة دايما بيحب فعلا بيحب مصر وعاشق لمصر تحقيق كلنا بنحب بلدنا هو كمان كتير بيكتب أغاني وأشعار ونشوف ندوات ثقافية يعني حاجات كتير متشبع بالوطن والأرض والتراب الجميلة طبعا في حاجة تانية بقى اسمها أسفة دي حاجة تانية خارج يعني موضوع مختلف بعيد عن حاجة تانية يلا قول عشان نسمع دنيا غريب يلا أسفة مش ممكن أرجع تاني لأنك في الحب واحد أناني استنيتك تجيني تقول لي آسف وتعتذر لي لكن كبرياءك رفض منعك تجيني وتعتذر شايف نفسك مش غلطان وكمان مظلوم مش ندمان أسفة مش ممكن أرجع تاني لأنك في الحب واحد أناني ظلمتني جيت عليا وجرحتني قلت عليا كلام كتير أسيت ظلمت وجرحت عمرك يوم ما سمحت ده أنا ياما سامحتك كتير أسفة مش ممكن أرجع تاني لأنك في الحب واحد أناني بلاش نتكلم على اللي فات الماضي كله دموع وأنين وأهات بعد ده كله وأرجع لك تاني أدوس على قلبي وأحزاني بجد إنك واحد أناني أسفة مش ممكن أرجع تاني لأنك في الحب واحد أناني
الله الله الله. نسمع دنيا غريبة. هو عمل دنيا غريبة معي وانت عملت دنيا غريبة بقى. يعني في توتر في خاطر يعني في توتر فعلا في الخاطر. نقول دنيا غريبة انا عملتها في مسرحية خليفة. خليفة كان ليها موقف فعلا كبير في كان شيء محوري فعلا في المسرحية. كانت بطولة الاستاذ عبد السلام الدشان، امال رمزي، مجد القاسم، كنت انا وريكو برضو معانا ومجموعه من الفنانين، وكانوا سعيدنا وجودك. ان شاء الله هنعيدها تاني ان شاء الله قريبا. دنيا غريبه هعمل فيها ريكو المره الجايه يعني. يلا بينا.
برضو الضياء عمل الدنيا غريبة. غريبة. يلا. برضو. دي حاجة تانية خالص. أيوة. بس دي الدنيا الغريبة بقى. الدنيا الغريبة. غريبة. دي إيه الغريبة؟ يعني هو ده الفرق بس. لكن بعد كده هنقول الدنيا الغريبة ونسمع حاجة الأستاذ نشأت عشان نختم اللقاء. أوكي حاضر. وناس حلوة جميلة. يلا. يلا. حبيبة الله الله عليك. هل كان ليها موقف فعلا في العمل المسرحي كانت حاجة أكيد. يعني عمل يعني مؤثر فعلا في موقف. يلا. مين برضو يا محمد؟ يلا. يا علي يا علي يا علي نور هان. علي نور هان. اسمعني بس اقول الاول كلمات كمان الشاعر الراقي صديقي وحبيبي احمد حسن رؤول والحان الفنان المطرب عماد كمال اللي عامل كل اغاني. طبعا ليكم كل التحيه. ليكم كل التحيه. والدنيا غريبة. الدنيا الغريبة ورتني كتير وساكت وحاجات جوايا ماتت من اللي انا شفته في سنين. الدنيا الغريبة خلتني ضعيف وخايف مهما هرب برضو شايف وعيني مغمضين سنة جت ورا سنة ظهري التنى وبحاول أقف تاني وأنا ما بقتش أنا حلمي اللي اتبنى ما بقاش علشاني. سنة جت ورا سنة ظهري التنى بحاول أقف تاني وأنا ما بقتش أنا حلمي اللي اتبنى ما بقاش علشاني. أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين. أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين. يا عالم بكرة حبقى انا فين؟ انا خايف افضل مكاني. الدنيا بتعلم وبجد انا اتعلمت لو مهما هتقلم ما بقتش اقول سلمت. الدنيا بتعلم وبجد انا اتعلمت لو مهما هتقلم ما بقتش اقول سلمت. دلوقت انا في حالي وحبايبي حواليا واللي حيسألني مالي حيشوفها في عينيا. الوقت انا في حالي وحبايبي حواليا واللي حيسألني مالي حيشوفها في عينيا. سنة جت ورا سنة ظهر التنى بحاول اقف تاني وانا ما بقتش انا حلمي اللي اتبنى ما بقاش علشاني. انا بين البنين واحد مقسوم اتنين. انا بين البنين واحد مقسوم اتنين. يا عالم بكرة حبقى انا فين؟ انا خايف افضل مكان. الله عليك يا استاذ ضياء يا فنان يا جميل يا صديقي غالي. نختم بالاستاذ نشأت مقطوعة طبعا من اعمال الجميله. خد بقى ده مره كل سنه طيبين. اسعدتونا النهارده. يلا ده هديه مني ليك والله. هنختم اللقاء الجميل ده يعني اتمنى لك كل خير ضياء. اسعدتنا النهارده بوجودك بجد حقيقي. اسعدتونا نشأت. يا ريت نختم بحاجه جميله منك. طبعا يبقى مسك الختام ساعتها طبعا. طبعا وكلمه منك لجمهورك الجميل. بقول حاجه بتقول انا فيا روح وقلبي بيدق بس مش عايشه. أنا فيا روح وقلبي بيدق بس مش عايشة. أرجوك ما تضيعنيش من بين إيديك. خاف عليا زي ما بخاف عليك. اشتاق ليا ما أنا بشتاق إليك. خدني في حضنك
طمن قلبي وقلبك، ما اقدرش اعيش الا وانا جنبك، انا فيا روح وقلبي بيدق بس مش عايشه، علشان طيبه قلبي معاك تبعد وانا مش وياك، خايف انسى شكلك وملامحك ويضيع من قلبي هواك، انا ضيعت عمري كله بستناك ولا قادره يا حبيبي يوم انساك، انا فيا روح وقلبي بيدق بس مش عايشه، عايزاك ترجع بكل ما فيك بشوقك بحبك ولهفة عينيك، ارجع قبل ما يفوت الاوان وحبك جوا قلبي يبقى ملوش مكان. الله عليك، اشكرك اشكرك، كل سنه طيب استاذ نشأت، كل سنه طيب ضياء، كلمه جميله لجمهورنا، جميل منكم، كل سنه طيبين، كل سنه بخير، كلمه جميله. سعيد على مصر كلها وشعب مصر، و ربنا يجعل ايامنا كلها فرح يا رب ان شاء الله. شكرا استاذ نشأت، كل سنه طيب استاذ نشأت، ان شاء الله يكون في تأملات وتعاونات يعني تتعاون معانا. طبعا نجومي طبعا، والتقي نطلع طبعا فاصل والتقي بالنجم ياسر ليكا، نجم السودان، النجم ان شاء الله هيشرفنا دقائق وان شاء الله هنلتقي بيه. ورجعت لكم مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين، واستقبلت ضيفي فنان نجم السودان النجم ياسر ليكا. طبعا سعيدة بوجودك ياسر، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وانتم كلكم طيبين، كل سنة ومصر طيبة، وكل سنة. العيد مش بيحلى غير بوجودك على فكرة، ربنا يخليكي والله حقيقي. ربنا يخليكي، ربنا يخليك، ويا رب دايما نبقى في خير، ويا رب دايما مصر كلها والوطن العربي كله يبقى بخير، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك على الجميع. يا رب يا ياسر دايما بلدنا في امان وكل الاوطان بخير يا رب وسلام. يا رب وانتهي كورونا بقى، تنتهي فيروس كورونا، خلصت خلاص بقى، احنا مش عايزين نتكلم عنها تاني بقى، لسه لسه شويه، خد بالك انت جاي لسه بالماسكات وكل حاجه. اه طبعا، لا لا ما لازم، اه دي شيء طبيعي. يلا على طول كده، جمهورنا الجميل اللي قاعد مستنيك النهارده في كل مكان، فأسرار النجوم في كل أنحاء الدنيا مستنيين دلوقتي ياسر ليكا هيسمعنا إيه الحكايات الجميلة ومحضر لنا إيه. احنا يعني الدنيا عيد معاك وعايزين دندن معاك، يلا نقول النهاردة، يلا وانت معايا طبعا، يلا انت من يلا ماشي. طيب نقول حاجة الأول، ايه أخبارنا، أخبار الصوت معانا، نقول يلا يا مصر يا حافظة قرآنك وناجيلك، ولو تناديني في الغربة أنا جيلك، يا مصر يا حافظة قرآنك وناجيلك، ولو تناديني في الغربة أنا جيلي، ومهما تفوت بنا أجيالنا أنا جيلي، بكتب لأغني لك واخزي المواويلك، مكتوب لغني لك واخزي المواويل، وان جف نبع الحب يروي عسل نيلك، يروي عسل نيلك. كده نقول مساء الخير على مصر. طبعا مصر الجميلة. وحشتني الاعمال الخماسيه بتاعتك والاغاني السودانيه الجميله اللي انت يعني تميزت بيها ياسر. طبعا دي دمي وثقافتي، وانا بحب طبعا، وانت طبعا انت اخيرا على فكره شاركتي معايا في عملت اوبرت جميل ان شاء الله، وهينزل قريبا على القنوات ان شاء الله. عايزين نفتكر حاجات خماسي بقى مع بعض، سي يلا سي مول حاجه من الجميل، هنعمل ده ونعمل ده، حاجه سودانيه الجميله، حاجه حاجه يلا. ماشي ماشي يلا، وحشنا صوتك، يلا نقسم خماسي. هرم
الاسمر جنني بشر يمشي ينسى عني ده سبهاني وسحرني اسمر اسمر جنني الاسمر ببساطة وحقولها على بلاطة الاسمر ببساطة وحقولها على بلاطة بومبون على شوكولاتة بومبون على شوكولاتة اسمر اسمر جنني الأسمر محبوبي وهو توب من توبي الأسمر محبوبي وهو توب من توبي وفزيه في الدنيا رح يستر لعيوبي أسمر أسمر جنني الله الأسمر من شافه وما دبش في أوصافه الأسمر من شافه وما دبش في أوصافه في الدنيا عزاله بيخافوا أسمر أسمر جنني يا أسمر جنني حشر يمشي ينسى عني الأسمر جنني حشر يمشي ينسى عني بسباني وسحرني أسمر أسمر جنني الله 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 لا احنا عايزين نشبع من الأغاني الجميلة اللي انت بتحبتها والجمهور فعلا عرفها منك ياسر انت شاركتك في كتير من الأعمال المسرحيات ومن ال ايه اخر الاعمال اللي انت اشتركت فيها قبل كورونا قبل كورونا يعني كان حقيقي اكتر من مشروع ومنها مشاريع انت طبعا كنت معانا فيها وكان المفروض ان احنا نكملها سوا لكن جات الظروف ومنعتنا ان احنا نعمل ده خلينا في اللي بعد كورونا ان شاء الله في الايام اللي جايه دي احتمال كبير جدا دخول مسلسل ان شاء الله باذن الله يعني بجهز ان انا ابتدي فيه ان شاء الله الايام اللي جايه دي ان شاء الله وابتدي احفظ وابتدي اشوف الدنيا ايه واخطط من ناحيه الغنى طبعا في مهرجان ان شاء الله جاي برده في شرم الشيخ احتمال جدا جدا ان شاء الله بحضر له برده اعمال الفرانكو عرب حاجه زي الفرانكو عرب باذن الله ان شاء الله طب يلا بينا نقول حاجه جامده كده لجمهورنا يلا يلا بينا يلا يلا ايه طب لا انا عايز اقول نقول مش اه يا لا ما لا احنا متفقين نقول نقول ايه فنشوف انت تقول يلا يلا نشوف يلا نقول نقول ايه طيب نقول ايه نقول ايه مع بعض يعني برضو انا حابه الجو الخماسي الجميل ده الخماسي يلا نقول الخماسي نقول يلا خماسي اه يلا زي ما احنا لا هنلعب مقسوم بقى هنقسم بقى يعني يلا مقسوم سريع نعناع الجنينه شوف يلا اديني موال خماسي كده جالك لي بردك يلا. يلا يا ولد عمي احنا طبعا كان معانا المفروض فرقه الفن الشعبيه انا عندي حد فرد على على قدنا النهارده يعني ممكن تعيد معانا تدخل لنا ممكن تدخل لنا تشارك معانا خماسي سيمون تدخل معانا البنوته Thank you.
وقالت لي بريدك يا ولد عمي. على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي أنا حيلة أبوي وأمي. نعنع عالجنينة المزج في حيضان شجر المسطرح ظل على عيدان. نعنع عالجنينة المزج في حيضان شجر المسطرح ظل على عيدان. البنات انا كنت نابلي ترمبيلي وقع عجلات بنطليو. في عشق البنات انا كنت نابلي ترمبيلي وقف عجلات بنطليو. قدمت شكوتي حاكم الخرطوم اجل جلستي لما القيامة تقوم. نعنع عالجنينة المزج في حيضان شجر المسطرح ظل على عيدانه. يلا ردني ليه ميال تسعين قلب كح ورجال شيال. قالت لي حبيبي جاني في الجيال ارفض له طلب ولا انت ليه ميال. نعنع عالجنينة المزج في حيضان شجر المسطرح ظل على عيدانه. نعنع عالجنينة المزج في حيضان شجر المسطرح ظل على عيدانه. بشكر الفنان الجميل نجم ياسر ريكا نجم السودان، شكرا ليك ولوجودك، شكرا ليكي، بشكرك ياسر، ميرسي جدا يا احلى نور هاني النهارده منورنا. اليوم جميل معاك ياسر، كان نفسي الفرقه كلها تكون جاهزه ان شاء الله نكمل مره ثانيه ان شاء الله. كل سنه طيبين. بشكر كل كرو العمل، اشكرهم فرد فرد فعلا، اشكرك محمود منصور، بشكر المخرج الجميل الاستاذ وليد عماره، بشكر طبعا تحيه كبيره مني لرئيس قناه الصحه والجمال الاستاذ عبد الحميد توفيق، بشكر الاستاذ نصر الشاهد مدير الاستوديو، كل البلاي كل بشكر عمر محمود، وكل تحيه لمحمود لكرماني وكل اللي وراء الكاميرا وتعبين علشان النهارده. واشوفكم بكره ان شاء الله على خير، وضيوف جداد استنونا بكره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي محمد بسطاوي، ميرسي الاستاذ محسن علم وكل الناس اللي موجوده، استاذ حافظ احمد، بحبكم كتير، كل العمل بحبكم بجد من قلبي. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم بكره على خير. اسرار الجمال.